هذا واحد يقول ما هي الصعوبات؟ والله يا أخواننا ترى ما في صعوبات. صعوبات يعني ما في ذيك الصعوبات، ما في يعني ما في صعوبات. يعني يوقفوك في المطار 4 ساعات أمر طبيعي يعني. والله يوم هذا اللي يقول صعوبات أنا أجيب عن هذا. أنا مسافر إلى موريتانيا نواكشوط. من أين؟ من المدينة. أركب 3 طيارات، مدينة، جدة، جدة الدار البيضاء، دار البيضاء نواكشوط. هذه الرحلة ما يوجد من المدينة دايركت أبدا، ولا من جدة يوجد دايركت، أعذروني على دايركت هذا مباشر. فالمهم إذا خرجت من بيتي أنا 24 ساعة حتى أصل إلى نواكشوط. ثاني يوم أكرمكم الله دخلت أنا إلى الحمام أغتسل، نزعت الملابس. أنا أتذكر أني فتحت الماء هذا الدش، أتذكر هذا فقط. استيقظت وأنا مكسر طايح أكرمكم الله في الحمام. اسمع، وممكن الشيطان جاءني وقال أنت بطل ومضحي وكذا. في الطريق نمشي، الحين مشينا إلى جدة، غيرنا الطائرة الثانية إلى دار البيضاء. دار البيضاء عندنا انتظار في المطار 6 ساعات، 6 ساعات بسيطة انتظار. المهم أنا جيت إلى المسجد. وين تذهب في الدار البيضاء في المطار؟ المسجد أحسن مكان. دخلت إلى المسجد، رأيت في المسجد إخوة باكستاني لابسين باكستاني لبس باكستاني. أنا عرفت الموضوع مباشرة من يوم رأيتهم، السلام عليكم، جلست عرفت الموضوع. فواحد منهم قال نحن أهل الدعوة. قلت أهلا وسهلا، أنا فهمت. قال نحن خرجنا في باكستان 3 أشهر والآن في نواكشوط، يعني معي في الطائر الثاني، نخرج 4 أشهر. يضحكوا ومعهم فستق ومعهم كذا ويسولفوا ولا شيء، فهمت؟ أي نعم، وأنا أشوف نفسي بطل. فالمهم جاء النداء من الخطوط أننا الطائرة جاهزة، طائرتنا نتجه لبوابة 8. والله قمنا وجينا عند البوابة 8 واقفين. أنا أتكلم مع واحد واقف معي شنقيتي، أسأله عن موريتانيا كيف الأمور كذا. المهم ما فتحت البوابة، وقفنا تقريبا عند البوابة 1/2 ساعة وزيادة. فالموريتاني هذا يكلم الباكستانيين تبليغ، يقول لهم الصبر طيب. خرج واحد منهم وقال أصبر على إيش؟ أنا في سبيل الله، أنا أؤجر على قيامي. هذا قتلني يا رجل، هذا تبليغي والله صدق، فهمت؟ أي إذا كان هذا تبليغي وعلى هذا هو صابر محتسب. ابن الجوزي رحمه الله يقول جاءني الشيطان وقال لي أنت إمام وعالم وبحر وتعبت حتى وصلت إلى هذه المرتبة، يعني إيش ينفخ فيه. قال فقلت له يا خبيث ماذا صنعت؟ انظر إلى أرباب الدنيا، صح؟ لو تشوف اليوم، أنا كنت أكلمهم اليوم من يأتي صلاة الجمعة 7:00 صعب، لكن يذهب إلى العمل، العمال اللي يشتغلوا اليوم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ولا تعب ولا شيء، والله صدق. قال انظر إلى أرباب الدنيا كيف يصنعه، وقال أنا معزز مكرم، يقول الشيخ وكذا. فهذا اللي يقول صعوبات، ما في صعوبات الله أعلم، أبدا لا يوجد صعوبات.